نفى حسام البدري المدير الفني للأهلي الأنباء التي ترددت عن مطالبة بتقليص صلاحية لجنة الكرة بالنادي وتوجيه انتقادات شديدة لطه إسماعيل عضو اللجنة بسبب اعتراضه على قيامه بتحليل أداء الفريق على شاشة إحدى القنوات الفضائية. وقال البدري في تصريحات صحفية ظهر الخميس إن كل ما نشر بشأن رغبته في إبعاد طه إسماعيل عن لجنة الكرة بالنادي لا أساس له من الصحة. وشدد البدري على اختلاق البعض لأزمة لا وجود لها على أرض الواقع من أجل ضرب حالة الاستقرار التي يعيشها الفريق حالياً.